اسمحوا لي مشاهدينا الكرام ان ارحب بضيفتي عبر الهاتف الاستاذه اروى محمد، نائب رئيس منظمه او نائب رئيس مجلس اداره منظمه اتش 2 او. استاذه اروى، اهلا وسهلا بك. مرحبا بك استاذ عزيزين. اهلا وسهلا بك، سعداء بتواجدك معنا. واللي اسعدنا هذا التفكير اللي خلينا نسموه تفكير خارج الصندوق، منظمة مجتمع مدني تحاول أن تعطي إضاءات مهمة جدا، سواء كان للمجلس البلدي، الأفراد، أيضا القطاعات حتى اللي ممكن تكون خاصة. لكن لو سمحتي سادة أروى، خلي نفهم بالضبط هذا المشروع، ما هو المستهدف فيه، وما هي أصلا أبرز النقاط اللي وضعت ضمن جدولته. مرحبا بك استاذ عزيزين، شكرا لقناتكم على تسليط الضوء على مثل هذه البرامج. بداية المشروع عين على البلديات هو مشروع المستهدف فيه هو بشكل أساسي هو المواطن بدرجة أولى. لكن خلينا نحكوا أو المشاكل اللي أسس على أساسها هذا المشروع أو حاول يحلها المشروع هذا. أولا هي نقطة أو ربط بين المواطن والأصحاب المصلحة في جانب الإدارة المحلية. تمام. هذه كانت أولى المشاكل أو أولى الأهداف اللي كان حيحاول يحلها مشروعين على البلديات. ثاني شيء هي توعية المواطن أصلا نفسه، المواطن البلدية بدور البلدية ومفهوم البلدية والإدارة المحلية المطبقة في ليبيا. فكانت هذه أبرز الأهداف اللي يختم عليها مشروعين على البلديات. سريعا حنحكي لك على المشروع وأهدافه أو المسارات اللي خدم فيها. هو خدم على ثلاثة مسارات. المسار الأول هو مسار خلق الحوار، كان تم تنفيذ عن طريق جلسات وورش عمل، ضمت العديد من المستشارين القانونيين، ناس من يعني خبراء في الإدارة المحلية، كانوا في البلديات، مجالس البلدية سابقة وحالية، أكثر من البلدية. كانت يعني تحت أو التوصيات اللي طلعنا فيها تتعلق بجانب القانوني، قانون 59، توصيات على القانون هذا. حاولنا نشوف مقترحات للتحديات اللي تواجه في الادارات المحليه في تطبيق القانون هذا عمليا، وتوصيات اخرى تتعلق بالاداره، الاداره المحليه في مجالس البلديه نفسها، يعني الهيكل الاداري والتنظيمي واللوائح. فهذه كانت ابرز التوصيات اللي تم تضمينها في اخر ملتقى اللي تم في يوم 31 مايو. الجانب الاخر هو جانب التوعيه. كان جانب توعيه تم تنفيذها عن طريق نزله ميدانيه. طبعا نعم. انا في بدايه هو المشروع هو مبدئيا مخصص لبلديه طرابلس المركز، يعني احنا بديناه بالبلديه اللي احنا يعني خلينا نقول المنظمه فيها هي اللي هي بلديه طرابلس المركز. فكان الموضوع التوعيه استهدفنا فيه البلديه نفسها، المحلات، اكثر من محله في البلديه واغلب المحلات. اخذنا عينه معينه من المواطنين، عرفنا فيهم رأيهم على الخدمات، شو هي أولوياتهم في الخدمات اللي جاية مثلا. نعم. شو هي حاجة يبوها. اسمحي لي بس أستاذ أروى، احنا الآن أشرتي إلى نقطة مهمة وهي رأي المواطن في الأولويات اللي من المفروض أن تقدمها له البلدية. طبعا في استبيان دارتها المنظمة H2O، هذا الاستبيان اللي تم إجراءه خلال النزلة الميدانية، أعتقد حوالي 500 شخص استهدف، وإحنا راح نتكلم مشاهدينا الكرام عن طرابلس المركز فقط. يعني ما زال نتمنى أن هذا المشروع ينتقل وتتبنى العديد من البلديات حتى يكون يعني يقدم خدمة. خلينا ناخذ معك بس الخدمات الثلاث الأولى التي رأى المشاركون في الاستبيان أنها من أولوياتهم: رصف الطريق، إنارة الطريق، توسيع الطريق. نعم. ليه يعني السؤال يطرح نفسه الآن، هل الآن عقلية المواطن الآن موجهة حسب ما تبعته منه فقط يبي رصف الطريق والإنارة وأيضا مثلا خلينا نقول الجردينة والتنوع الشكلي؟ والآن حنعرض حتى صور الاستبيانات بعد إذنك أستاذ أروى حتى يكون معنا المشاهد في تفاصيل ما تم العمل عليه. نعرض شباب الخدمات الثلاث الأولى التي رأى المشاركون فيها. عندي رصف الطرق 25.9%، إنارة الطريق 27.8%، توسيع الطريق 40.7%، وأيضا الصرف الصحي 53%، إدارة النفايات 24%، وايضا انشاء الحدائق العامه، انشاء مكتبات عامه، انشاء مراكز صحيه، انشاء مواقف سيارات. في رايك هل المواطن اليوم نقدر نقول ان
فاهم متطلبات الرئيسية حتى يضع هذه النقاط وهذه الأشياء بالأولويات حسب ما تبعتم وكنتم أنتم في الميدان يعني. نعم، احنا حطينا الاولويات هذه على اساس ان هي خدمات، يعني الخدمات اليوميه اللي يحتاجها المواطن، كل مواطن يعني حتى باختلاف وعيه، واعي جدا او حتى نقوله غير واعي بدور البلديه، كل مواطن محتاج موقف للسيارات، كل مواطن محتاج انه تكون يعني فيه رصد للطريق اللي هو البلديه اللي عايش فيها او المكان اللي ساكن فيه، كلنا نبغى طرف صحي. اللي التمسناه في هذا النزلة هي وعيهم بدور البلدية، يعني من المفروض يرصد لك الطريق، في لبس صاير بين دور البلدية ودور الحكومة ودور الوزارة، فحاولنا نحل الإشكالية هذه للأمانة ما استطعناش طبعا نحلوها في النزلة، بس يعني انك انت اولا العينة شوية، ثانية مش يعني كل مواطن حتوصل فكرة. درنا عن طريقها فيديو وسجلت فيديوهات معروفه باسم سجل H2O Talk، يعني هي صفحتنا عين على البلديات. نعم. نحاول في الفيديوهات هذه نشرح مفهوم الاداره المحليه، نشرح كيف يعني كيف المفهوم تم تطبيقه في ليبيا. ونشوف شنو هو يعني نوع المواطن بدور البلديه، يعني ونشوف مثلا الخدمه مثلا زي الحدائق، خدمه رصد الطرق، خدمه توسيع الطرق، يعني ناخذ فيها نتناول فيها من جميع الجوانب باش يفهم المواطن شنو دور الوزاره، شنو دور شركه العامه للخدمات ترابط، شنو دور البلديه بالضبط في الخدمه هذه، حتى خلينا ما نبغوش نقول اللوم، لما توجه اللوم كلها على البلديه هو يعرف مثلا هذا دور مني وهذا دور مني. حاولنا يعني عن طريق هذه يعني احنا التمسناها في النزله الميدانيه وحليناها، حاولنا في اللغه في سلسله الفيديوهات. طيب استاذ اروى، لطالما كان المواطن ومن خلال يعني تجربه فعليا اللي نقول لك تجربه من خلال برنامج اخبارنا واستضافه العديد من عمداء البلديات، نتكلم على حوالي 55 او 50 عميد بلديه تقريبا كانوا في استضافتنا، ولما نديروا استطلاع راي في الشارع نلقوا المواطن يطلب مثلا في الكهرباء، يطلب في الطرق، يطلب في قطاع الصحه انه لازم يدار المستشفى، ويظن ان هذه الخدمه هي خدمه مجلس بلدي في المقابل هي خدمه دوله، فهذا الجانب كيف تبعتموه وكيف ايضا شفتوا هل هو يلام او المواطن لما يلوم البلديه محق او انه لا راه الموضوع اكبر من المجلس البلدي؟ في اللوم احنا ما نقدرش نحط اللوم على البلديه بس او على المواطن بس، في يعني هو هذا اللي كنا حكيت لك عليه في البدايه هو التواصل او خلق الحوار، يعني البلديه دورها في التوعيه، دورها في نشر ما يتم من اعمالها، المواطن عليه انه هو يبحث على المعلومه ويعرف مين الاساس او القائم بهذا الدور، لان انت في النهايه هذه خدمه اللي انت تتعرضها في كل يوم في حياتك، انت كل يوم بتطلع في الشارع، كل يوم بتشوف طريق مكسره، كل يوم بتطيح في حفره. وفي نفس الوقت دور خلينا نقول حتى مؤسسات المجتمع المدني او منظمات المجتمع المدني في توعيه المواطن بدور البلديه او دور الخدمه هذه كلها، من المفروض هو الاساس ان هو يخدم عليها. طيب اي اضافه اخرى استاذه اروى، وان ما كان هناك انطلاق لبلديات اخرى؟ حتى ما سمعت السؤال. اي اضافه لحضرتك حابه تضيفها، وهل في مشروع الانطلاق لبلديات ثانيه، نقول الخمس، زليطن، باطن الجبل، نالوت وغيرها من البلديات اللي ايضا ممكن يكون فيها شغل كهذا مشروع عين على البلديه؟ احنا نأمل ان شاء الله تكون غطينا كل البلديات، يعني نعم. هذا كان نموذج ترابط المركز، لان يعني هي خلينا نقول هي البلديه ممكن تعتبر نموذج، فاحنا حاولنا نخدم عليها، نحاول نكون في جميع نغطي جميع البلديات يعني لو يعني في امكاننا، بس يبدا حاليا يعني المراحل الجايه تبدا هي في تقديم التوصيات. نعم. للقانون نفسه، لقانون الاداره المحليه، لهيكل الاداره المحليه، يعني نخدم من البدايه او خلينا نقول من الاساس حتى يتم الانطلاق، وان شاء الله يعني نكونوا مستمرين باذن الله في اكثر. نعم. من بلديه. أشكرك جزيل الشكر للأستاذ ومحمد نائب رئيس مجلس إدارة H2O، كنت معي عبر الهاتف.